المترشحون الأحرار لشهادة البكالوريا هم فقط المعنيون بامتحان التربية البدنية. في هذه الأثناء يجرى الامتحان في القفز الطويل، رمي الجلة والركض. عينتنا كانت من ثانوية وسط العاصمة التي فتحت أبوابها لعدد هائل من المترشحات. اليوم جوزنا باكسبور، جوزنا رمي الجلة، القفز الطويل، وما زادوك نجوزوا سرعة. كيفاش كان الامتحان؟ لا الحمد لله، مام لي بروف لا غير ساعدونا بالبيا، الحمد لله ساهل الحمد لله. جوزنا امتحان شهادة البكالوريا لمترشحين الأحرار، كانت يعني جوزنا السرعة، درنا لا فيتاس، درنا رمي والجلة، درنا القفز الطويل، درنا لي شوفون، كانت يعني أساتذة ملاح معانا، وإن شاء الله يكونوا لي نوت ملاح في البكالوريا، إن شاء الله نجيبوا كاع الباك. في جو هادئ تسابق هؤلاء الجموع للظفر بالعلامة الكاملة في مادة التربية البدنية، وفي شفافية تامة تدون النتائج. كاين 5 اتولي، كاين 2 في البوا لونسي دو بوا، كاين 2 في سون لونغور، واحد في السرعة. لو 5 كيفاش يكون؟ يكون بعد كي يكملوا كاع هاد لي اتولي نحطوا 600 متر المقاومة، سباق سرعة تكون عنده نقطة، الوتب الطاوي تكون عنده نقطة، دفع الجلة تكون عندها نقطة، والسباق نصف الطاوي تكون عنده نقطة. نتجمعوا كاع هاد النقاط ومن بعد نديروا القسمة على 4 النقطة النهائية. تلميذة تكون مريضة ولا يكون عندها طيح ولا لاخر تعفى ليوم الإجراء، تما الطبيب كان عندنا الميديسان سكولير هي تعطيها الإعفاء، تما هذاك يتلصق في الكونفوكاسيون تاعها وندخلوها في الدوسي. من 21 مارس إلى 6 أفريل هي الفترة المخصصة لإجراء امتحان التربية البدنية للمترشحين الأحرار، علامة أخرى تضاف لباقي المواد والتي من شأنها المساهمة في تحسين المعدل العام للمترشح.